الأستاذ دكتور رانيا حجازي مدير مستشفى أبو ريش الياباني. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكم، شرفنا النهاردة ومنورنا في الاحتفالية الدعم الكبيرة اللي احنا النهاردة مبسوطين جدا بيها الحمد لله. كلميني عن الاحتفالية والهدف منها والعائد على مستشفى أبو ريش. الحقيقة أن مستشفى أبو ريش هي أكبر مستشفى أطفال تخصصي في مصر. إحنا مستشفيات أبو ريش بتخدم حوالي 1,000,000 طفل في السنة، كل خدماتنا بتوصل لأطفال مصر كلها بالمجان. محتاجين كل الدعم اللي نقدر عليه لأن العبء علينا كبير جدا. بنحاول نقصر قائم الانتظار بتاعتنا وما نقولش لأي طفل إنه ملوش مكان عندنا، وده محتاج تكاتف المجتمع المدني كله. وبنشكر الدولة المصرية النهاردة اللي بتدعمنا على جميع المراحل اللي فاتت. يعني السنة اللي فاتت دي شهدت الحمد لله طفرة في الخدمات اللي المستشفى قدرت تقدمها بسبب الناس كتير جدا واقفة معانا. بندعو من خلالكم النهاردة الناس تفتكر أبو ريش ودورها الكبير قوي في حق الأطفال المصريين، لأن الحقيقة أطفال مصر هم مستقبلها. وجودكم النهاردة دعم وتذكرة لكل فئات المجتمع المصري. ما عندناش ميزانيات للدعاية، ما بنعملش إعلانات، مستنيين الناس اللي زيكم تيجي تفكر الناس بالدور الكبير اللي احنا بنقوم بيه، وربنا يكرم الكل إن شاء الله. العدد تقريبا اللي بيتردد على مستشفى أبو ريش يوميا أو أسبوعيا؟ زي ما قلت لحضرتك بنخدم 1,000,000 طفل في السنة، فأبو ريش الياباني بيخشها حوالي 2,000 طفل في اليوم، وقدهم تقريبا في أبو ريش المنيرة. بنخدم أعداد غفيرة الحقيقة، بنعمل عمليات في جميع تخصصات جراحة الأطفال الدقيقة، جراحة مخ وأعصاب وقلب وصدر وجراحة عامة وتجميل ومسالك ورمد أساطر قلبية، كل حاجة عندنا، سرير رعاية مركزة، غسيل كلوي، نقل زرع دم، كل حاجة. الحالة ممكن تتكلف كام؟ على حسب، رينج واسع جدا، لكن التكلفة اليومية بتاعت حالة في الرعاية المركزة ممكن تبقى حوالي 3,000 جنيه في اليوم، العملية الواحدة ممكن توصل 20,000 جنيه، فيعني الحمل تقيل بس إن شاء الله ربنا بيسهل. النهاردة يعني جمعية من أجل مصر يعني بتطرق كل المستشفيات وبتحاول تقدم لها الدعم الكامل، هو إيه نوع الدعم اللي هم جمعية من أجل مصر بيقدموه النهاردة المستشفى أبو ريش وكان بالسابق مستشفى 57 وعندهم سلسلة من المستشفيات هيطرقوها؟ الحقيقه زي ما قلت لحضرتك الدعم في صورة تبرعات هيجوا وادخال البهجه على سرور اطفال كتير، على الاطفال بتوزيع لعب حاجات زي كده. والدور ان انا بفكر المجتمع، الدعايه من خلالكم انتم من خلال الاعلام، ان احنا بنفكر الناس بدور ابو ريش، فده اكبر مساهمه ممكن يقدموها لنا الحقيقه.